النهارده اللعيبه اللي كانوا بره المباراه كان في مران قوي شاهدوا ملعب التتش مع طارق عبد العزيز وحسين عبد الدايم مدرب الاحمال. 90 دقيقه النهارده كانت اشغال شقه للعيبه البعيد عن هذه المباراه. محمد نجيب بيخوض تدريبات مكثفه للعوده للفريق مره اخرى. ايضا محمد هاني بيجري تدريبات حول الملعب ايضا للعوده مره اخرى. عارفين ان محمد كان اصيب بالتواء في الكاحل او انكل رجليه في مباراه النهائي الافريقي. وجلسات استشفائيه للنجم احمد فتحي وعلي معلول اللي بيحاولوا يرجعوا من الاصابه تاني. يعني دايما الجمهور الاهلاوي لما بيشوف كميه الاصابات اللي بتحصل في النادي الاهلي اصابات كتيره جدا، يعني اصابات كتيره جدا ما تفهموش في ايه. يعني لما تلعب نهائي افريقي من غير جونيور اجاييه ومن غير احمد فتحي ومن غير علي معلول ومن غير وليد ازار، اربع لعيبه تقال جدا، خلي بالكوا يعني اربع لعيبه تقال جدا جدا جدا. ومع ذلك يعني خلاص اللي حصل حصل. اصابات بالجمله دايما كده تدخل على السوشيال ميديا تلاقي مستشفى الاهلي، فعلا حاجه غريبه جدا السنه دي على لعيبه الاهلي، اصابات كتير جدا واصابات بتطول قوي. لكن انا دايما بقول ان الدكتور مش ساحر، مش بدافع عن حد ومش صاحبي ولا حاجه، لكن دايما بقول الدكتور مش ساحر، دايما بندور على الاصابات بتيجي ازاي وبعد كده بنشوف الاصابات بيبقى ليها وقت معين، الشد بيبقى ليه وقت، المزق بيبقى ليه او التمزق بيبقى ليه وقت، طبعا القصور لا قدر الله بيبقى ليها وقت، الاربطه بيبقى ليها وقت، كل حاجه ليها وقت، مفيش سحر في المعالجه. لكن في وسائل جديده في العلاج، اكيد النادي الاهلي بيتبع هذه الوسائل، لكن بصراحه اصابات كتير جدا. مش عايز برضو اقول ان باتريس كالترون يعني ممكن ان احنا نديله العذر في الاصابات دي، يعني كان ممكن يكون في الامكان احسن من مكان، لكن اصابات لا، يقول انا عندي اصابات، عندي غيابات، انا عندي اعمده رئيسيه احمد فتحي، علي معلول، جونيور اجاييه، وليد ازارو.